يا رب أعني على أن أقول كلمة الحق في وجه الأقوياء، وألا أقول الباطل لأكسب تصفيق الضعفاء. يا رب إذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي، وإذا أعطيتني قوة فلا تأخذ عقلي، وإذا أعطيتني نجاحا فلا تأخذ تواضعي، وإذا أعطيتني تواضعا فلا تأخذ اعتزازي بكرامتي. يا رب علمني أن أحب الناس كما أحب نفسي، وعلمني أن أحاسب نفسي قبل أن أحاسب الناس، وعلمني أن التسامح هو أكبر مراتب القوة، وأن حب الانتقام هو أول مظاهر الضعف. يا رب لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت، ولا باليأس إذا فشلت، بل ذكرني دائما أن الفشل هو الذي يسبق النجاح. يا رب إذا جردتني من المال فجملني بالأمل، وإذا جردتني من النجاح فهب لي القوة حتى أتغلب على الفشل، وإذا جردتني من نعمة الصحة فاترك لي نعمة الإيمان. يا رب إذا أسأت إلى الناس فأعطني شجاعة الاعتذار، وإذا أساء لي الناس فأعطني شجاعة العفو، وإذا نسيتك يا رب أرجو ألا تنساني من عفوك وحلمك، فأنت العظيم القهار القادر على كل شيء.